ورجعنا لكم دلوقتي وهناخد محور اخر من محاور التنميه، وهو الطريق والطرق. وده مهم جدا لانه ده اللي بيربط مصر ببعضها، وممكن كمان يربط مصر بدول اخرى وقارتين. موقع سيناء طبعا مهم جدا، احنا ممكن نربط سيناء بافريقيا، وبالتالي ده هينمي التجاره العالميه عن طريق مصر. بيشرفنا النهارده المهندس محمد عبد الهادي، رئيس الاداره المركزيه للمكتب الفني للجهاز. عمرو عبد الهادي، رئيس الاداره المركزيه للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. واحنا عايزين نتكلم مع حضرتك على محور 30 يونيو، واعتقد انه ده من اهم المشاريع اللي بيتم تنفيذها حاليا، فناخد من حضرتك فكره. هو معروف حضرتك ان الطرق عموما هي قاطره التنميه. صحيح. في اي بلد لو بصينا للتجارب اللي سبقت قبل كده، من ضمنها اليابان، كانت بدايتها بعد الحرب العالميه الثانيه، عمل شبكه طرق قويه في على مستوى اليابان بالكامل، ربط شمال وجنوب اليابان، ربط جزر مختلفه ببعضها، ودي كانت قاطره التنميه لليابان. ومن هنا جه فكره المشروع القومي للطرق القوميه، لان المحاور الطرق محاور الطرق تعتبر قاطره التنميه في اي بلد. مشروع محور 30 يونيو بيربط جنوب بورسعيد بطريق الاسماعيليه الصحراوي، ومنتظر ان هو نعمل له امتداد بحيث ان هو يرتبط مع طريق جبل الجلاله الزعفرانه موازي لقناه السويس، بحيث ان هو يستوعب حركه التجاره وحركه الحركه المروريه المتوقعه نتيجه تنميه مخططات التنميه لمشروع محور قناة السويس. طب يعني ده بيربط المحور بمحور قناة السويس بباقي محافظات او المناطق اللي بتؤدي اليه، صح؟ تمام، بيربط محور قناة السويس بشرق الدلتا. تمام. والقاهرة وجنوب البلاد عن طريق محور الجلالة الزعفران ان شاء الله. طب هل احنا بنربط بقى سيناء عن طريق المحور ده؟ تمام، هو المحور بيرتبط بسيناء عن طريق مخارج الانفاق اللي بتتنفس حاليا، بحيث ان هو يساعد في تنميه سيناء، لان هي كانت العقبه الاساسيه في تنميه سيناء ان ما فيش ربط ما بينها وبين الدلتا وباقي الجمهوريه. المحور دوت بيسهل الحركه داخل سيناء من والى سيناء عن طريق الانفاق اللي بتتنفس حاليا، خمس انفاق. احنا بنتكلم في طرق ما كانتش موجوده بالاصل، فبالتالي كان في عزله لاهالي سينا، او علشان تقدر توصل او يكون في حركه دكاره كان الطريق بيبقى طويل جدا، فبالتالي النفقات بتبقى اعلى. دلوقتي مع انشاء هذه الطرق الجديده والخمس انفاق اللي حضرتك بتتكلم عنهم، المده بتقصر وسهوله الربط ما بين سينا وبقيه المحافظه. تمام يا فندم، صحيح كده، درس الموضوع ده مهم جدا. الحقيقه زي ما حضرتك قلت انه الطرق هي بداية التنمية في اي مكان، هي اللي بتوصل الناس للمكان علشان يقدروا ان هم يبدأوا. انا عايز اسأل حضرتك، احنا وصلنا في يعني شبكة الطرق اللي احنا بصدد ان احنا ننشئها ونربط كل محافظات مصر كلها ببعض، احنا ايه اللي تم تنفيذه لغاية دلوقتي، وايه المنتظر ان يتم افتتاحه في المستقبل القريب؟ وحضرتك شبكة الطرق القومية اللي بيشارك فيها ثلاث جهات رئيسية، القوات المسلحة، وزارة النقل، وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير. الجهاز المركزي للتعمير مكلف بتنفيذ ثلاث طرق قومية، منها محور 30 يونيو، طريق بني مزار البويطي، ده بيربط شمال الصعيد بالواحات البحرية، طريق بيروت الفرافرة بيربط الوادي الجديد مباشرة بأسيوط وجنوب البلاد. ده بيعمل على التنمية، الطرق دي مخططة لإقامة محاور تنموية جديدة ومناطق تنمية، وبيساهم في مشروع المليون ونص فدان اللي بتعتبر مشروع استراتيجي قومي للبلاد. يعني هيبقى في مجتمعات تنمية هتنشأ على الطريق أو قريب من الطريق، يعني الطريق ده بيساهل في نقل السكان مثلا الى مناطق جديده يقدروا يعمروا فيها ويعيشوا فيها، لان بقى في طريق يوصلهم لمناطق اخرى، وطريق طبعا يسهل التجاره. تمام. بالنسبه لجنوب البلاد، جنوب الصعيد وشمال الصعيد، المشكله ان هو الوادي ضيق ومفيش اماكن امتداد عمراني، لدرجه ان
سعر الأراضي في المحافظات زي المنيا وأسيوط تعتبر أعلى أسعار أراضي على مستوى البلد، أعلى من القاهرة كمان في السعر نتيجة محدودية الأراضي المتاحة. وعندنا الوادي الجديد مساحته كبيرة جدا ومفيش تنمية بالقدر الكافي. أعمال الطرق اللي بتنفذ حاليا هي هتنقل التنمية من الوادي الضيق إلى الوادي الجديد، وهتتيح طبعا مناطق عمرانية جديدة مخططة إن شاء الله. بالإضافة لمحور 30 يونيو، يعني لو مسكنا محور 30 يونيو من الشمال محافظة بورسعيد ومدينة بورسعيد، المخططات العمرانية بتاعتها التمدد العمراني بتاعها هيتم عن طريق محور 30 يونيو، يعني سيادتك المساحات المتاحة حاليا في محافظة بورسعيد قليلة جدا. سيادتك الأراضي اللي بيتيحها محور 30 يونيو على الجانبين كانت غير مستغلة تماما لغاية وقتنا هذا من حرب 73 لغاية دلوقتي لم تستغل. والمشروع القومي لمحور قناة السويس إن شاء الله هيتيح المناطق التنمية دي، ومحور 30 يونيو هو الفاعل الأساسي في هذا الموضوع. عظيم. هل على امتداد الطرق الجديدة اللي احنا يعني نقوم بإنشائها حاليا في أماكن سياحية؟ هو سيادتك محور 30 يونيو مثلا، بالنسبة لمحور 30 يونيو في جزيرة تانيس في موقعين سياحيين موجودين بيمر عليهم. بالنسبة لمحور بني مزار البويطي معروف واحد الواحات البحرية بما تمثله من سياحة، ونفس الموضوع بالنسبة للوادي الجديد سياحة السفاري في معابد أثرية موجودة هناك. تنمية سياحية إن شاء الله هتبقى أحد محاور التنمية للمناطق دي إن شاء الله. الطرق بتبقى طرق بس للسيارات أو سيارات النقل، ولا هيبقى معاها مثلا طريق مثلا للقطر للسكة الحديد عشان يسرع برضو التجارة ويسهل التجارة وربط مصر بدول أخرى مثلا في التجارة ومصر ببعضها كمان؟ هو سيادتك يعني في قرار جمهوري إن في حرم للطريق للطرق القومية حوالي 1 كيلومتر من كل اتجاه، دي علشان خاطر منتظر ان شاء الله يبقى في شبكة خدمات ممكن تقام في الاماكن دي، علاوة على ان شبكة من خطوط السكة الحديد ممكن تقام كمرحلة تانية ان شاء الله. كويس ان شاء الله. يعني فرص العمل المتاحة حاليا من خلال انشاء هذه المشاريع او هذه الطرق بتستوعب عمالة قد ايه، ولا احنا ما عندناش حصر لعدد الناس اللي شغالين؟ لا حضرتك، يعني محور 30 يونيو بيشارك فيه حوالي اكتر من 3000 مهندس ومشرف وعامل، ودي العمالة المباشرة غير العمالة الغير مباشرة، سواء إذا كانت مواد خام بتيجي، محاجر شغالة، مصانع شغالة على توريدات برضو لخصوص المحور إن شاء الله، بما فيه الإضاءة النيوجيرسي الأعمال الصناعية اللي بتتم فيه، كل دي عمالة غير مباشرة بالإضافة لل 3000 مهندس وعامل وفني اللي بقول لحضرتك عنه. عظيم. اللي تم تنفيذه لغاية دلوقتي، المراحل اللي وصلنا لها والفترة الجاية كمان. وحضرتك محور 30 يونيو إن شاء الله يعني وصلنا لنسبة إجمالية حوالي 65%. محور 30 يونيو فيه 10 كباري بيتعملوا على الطرق الرئيسية اللي بتقاطع معاه عشان الربط المباشر معاه. طبعا هو المحور محور حر، يعني ما فيهوش تقاطعات مباشرة، تقاطعات عن طريق كباري وأنفاق، بالإضافة ل 16 نفق خدمة لخدمة المناطق شرق وغرب الطريق، وبالإضافة إلى مئات البرابخ بتعد منها المصادر المية والأنايات والترع اللي بتصادف الطريق. طيب أنا عايزة حضرتك نقول للسادة المشاهدين، لأنه يعني بعض الأعيان الإعلام الآخر بيشوش على فكرة أنه في تنمية حاليا بتحصل، والفكرة اللي بيروج عليها دلوقتي في المجتمع احنا ليه بنصرف فلوس كتير قوي في مشاريع والمواطن مش حاسس بيها. مردود كل هذه المشاريع القومية اللي بيتم تنفيذها حاليا وخاصة شبكة الطرق هتعود بالنفع على المواطن ازاي، وهنحس بمردودها علينا بعد قد ايه؟ وحضرتك شبكة الطرق زي ما قلت لحضرتك هي قطرة التنمية في اي بلد من البلاد، يعني لو درسنا تجارب الدول المتقدمة قبل كده اهم حاجة شبكة الطرق طبعاً، لان هي اللي بتربط مناطق تانية. يعني حضرتك محور 30 يونيو من المخطط ان شاء الله هيزود الامتداد العمراني لمدينة بورسعيد، فبالتالي هيتيح
مناطق عمرانية جديدة هيبقى فيها مشروعات استثمارية، مشروعات تجارية، مشروعات لوجستية هتقام في جنوب بورسعيد. بالإضافة إلى كده إن هو بيربط مواني شمال القناة اللي وبيزود التنمية الخاصة بيها زي ميناء شرق التفريعة، ميناء بورسعيد، ميناء دمياط، وبالامتداد بتاعه إن شاء الله هيربط مواني شمال القناة بمواني جنوب القناة اللي هو ميناء العين السخنة ومينا السويس. بالإضافة إلى أن المشروع ذات نفسه بالامتداد بتاعه ماشي مخترق أرض صحراوية عديمة الجدوى حاليا، منتظر أن هي يبقى ليها مردود كبير على السادة المواطنين، بحيث أن هي تعمل مخططات تنمية معمولة دلوقتي عشان تقام مشاريع على جانبي الطريق كمحور تنموي رئيسي في البلد. إن شاء الله. معانا على التليفون دكتور عماد نبيل، استشاري عام مشروع محور 30 يونيو. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك معانا في مصر جميله. صباح الخير لحضرتك، واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين كلهم، واهلا بك. يا اهلا وسهلا يا فندم. دكتور عماد، المواصفات اللي بيتم انشاء الطرق بيها حاليا؟ بص يا فندم، المشروع بتاع محور 30 يونيو وكافه المشروعات القوميه الموجوده دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه بيتم العمل فيها على اعلى مستوى من المواصفات الدوليه. يعني النهارده الكود المصري للطرق تم تطويره سنه 2008 واصبح على اعلى مستوى عالمي. كمان عندنا بيتم ايضا تطبيق المواصفات العالميه زي المواصفات الامريكيه والاشتو من حيث السرعه التصميميه، المنحنيات الراسيه، الافقيه، الرؤيه، عدد الحارات، الامان المروري، الانتقال من الحاره البطيئه للسريعه، الكباري اللي بيتم تنفيذها بمواصفاتها بارتفاعاتها. هي كل العناصر الموجودة في المشروع بتتم على أعلى مستوى عالمي من المواصفات ومن المعايير الهندسية. عايز أقول حاجة كمان، إن المشروع 30 يونيو بالذات برضو هو طوله 95 كيلو، بيمتد من حتى محطة تحصيل الرسوم عند الكيلو 94 في طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وبيبدأ من محافظة بورسعيد من طريق الساحل الدولي بورسعيد دمياط. عرضه 80 متر، عنده خمس حارات في كل اتجاه، يعني ثلاثة رئيسي واثنين للخدمة. وهنا الحقيقة احنا نعمدنا ان طريق الخدمة يفصل النقل الثقيل عن الحركة العادية للسيارات الملاكي والخاصة، كمان لتقليل نسبة الحوادث لأقصى درجة. زي ما حضرتك عارفة ان نسبة مشاركة النقل التقيل في الحوادث بتبقى حوالي 40%، فاحنا هنا المشروع ده هيبقى آمن لأقصى درجة ممكنة. مر بالعديد من المراحل في التنفيذ طبعا، سواء في الاراضي الصحراويه في المنطقه الجنوبيه باتجاه الاسماعيليه او بعض الاراضي التنميه في الاتجاه الشمالي. عايز اقول لحضرتك ان كان في معوقات كبيره جدا تم التغلب عليها وكلها باعلى درجه من المعايير الهندسيه، منها مثلا منطقه بحيره المنزله. البحيره دي كان حوالي فيها 8 كيلو داخل البحيره، كانت دي من ضمن التحديات الهندسيه العاليه جدا. تم ردم 3.5 كيلو فيها بالاحجار وحوالي تكريك، يعني معناها رمال بتم عملها بكيلو حوالي 4.5 كيلو، واستعنا بحوالي 500,000 طن من الحجاره الكبيره في تثبيت قاع البحيره. تم عمل مواسير عشان ما تبقاش المايه رافده وتستمر العمل في البحيرات ومزارع السمكيه على اعلى مستوى زي ما هو. كمان عندنا بعض المعوقات الاخرى اللي كانت موجوده في المشروع، والحقيقه تفضل الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سينا للتغلب عليها، منهم بنتكلم على اشتالات واشبالات وتعويضات ومجموعه كبيره جدا من المعوقات اللي لها علاقه بالتربه وكيفيه التغلب عليها. كل الحاجات دي كلها تم عملها وتم تنزيلها علشان خاطر يطلع المحور باعلى مستوى من الكفاءه وعلى المواصفات الدوليه والعالميه زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام. طبعا ده كلام مهم جدا، وحته الامان دي كانت مهمه قوي جداً. كمان طبعا لانه عربيات النقل دي مشكله كبيره بالنسبه لمصر. صحيح، وانه شكوتنا الاساسيه حوادث الطرق، فلو تم التعامل مع هذه الفكره اللي تلافي حوادث الطرق فاحنا بنحاول ان احنا نحل المشاكل من قبل ما تحصل، فده الحمد لله تفكير جيد جدا. دكتور عماد، عايز اسال حضرتك على جزئيه الاناره في الطريق، لانه انا اعتقد ان الطريق ده هيمر في وسط صحراء وفي اماكن يعني لسه غير اهله بالسكان او غير معموره، ف يعني هتعملوا ايه؟ بص يا فندم، المواصفات الدوليه للطرق لا تنص على اناره الطرق بالطريقه التقليديه اللي احنا متعودين عليها اللي هي مصابيح الاضاءه، يعني
هو المواصفات الدولية بتشترط أنه يتم رؤية الحرارة رؤية تامة كاملة أثناء الليل، والتغلب على الأماكن اللي فيها مشاكل زي الأماكن اللي فيها شبورة مائية أو الأماكن اللي فيها بعض المعوقات للرؤية. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى الطريق ده يعتبر رؤية فيه مفتوحة، لأنه هو زي ما قلت حضرتك تطبيق المعايير الدولية بتخليك بترى يعني مسافات طويلة جدا بتمتد ل 700 و 800 متر، وبالتالي قبل حدوث أي حادثة أنت حضرتك بتشوف بمسافة كافية عشان تتوقف. بالنسبة للإضاءة إحنا بيتم الاستعارة عنها في معظم أجزاء الطريق عن طريق وضع حاجة اسمها العيون القطب أو الكات أيز، دي عبارة عن بعض العلامات المضيئة أو مسامير السيراميك، ودي برضو بتبقى مضاءة ليلا. وكمان ميزة مسامير السيراميك إن هي بتستمر في العمل لفترات طويلة بتصل ل 11 و12 سنة دون أن تتلف. كمان بيتم عمل بعض التحذيرات والشيفرز اللي موجودة على الجوانب وعلى الحوائط زي حاجة بتبقى في السورية مضاءة برضو بالليل بحيث بتضيء الطريق تماما. بيتم إضاءة الأماكن الحرجة في الطريق زي الأماكن اللي موجود فيها بعض الكباري، أو إذا كان في أنفاق للمشاة طبعا بيتم إضاءتها أسفل الطريق. عندنا كمان بيتم إضاءة الأماكن الأكثر عرضة للشبور، يعني وبيتم مراعاة أن يتم هذه الإضاءة بأضواء صوديوم وبيكون لها قوة إضاءة معينة بحيث أن هي بتسمح بالإضاءة في وقت الحالات الحرجة وخاصة في الشتاء. دي المعايير اللي تم التصميم عليها للطريق. لكن حكايه الاضاءه طول الوقت ده مش شرط انها تبقى مطبقه في كل الدول، وعندك حضرتك تشوف في كل التجارب الدوليه هتلاقي ان معظم الطرق السريعه في دول العالم مش مضاءه كلها بالكامل، بتبقى مضاءه فيها الاماكن اللي هي مداخل او مشارك او غيره. وطبعا احنا ما عندناش الحاله دي لان احنا كمان عاملينه طريق حر، طريق حر يعني ما فيهوش اي تقاطع مباشر، وبالتالي ما فيش اي احتمالات لحدوث حادثه او اي احتمالات ان يحصل تقاطع مباشر للسيارات مع السيارات المارة بالطريق. وسرعته طبعا 120 كيلو، وده النهارده سرعه هايله، يعني تعتبر من اعلى المواصفات اللي موجوده في اي دوله من دول العالم. وطبعا هيكون في خدمات على جانب الطريق، مثلا كل مسافه معينه للطوارئ، لحاله الطوارئ مثلا، او خدمات اسعافيه يعني، بس عشان الطريق ما يبقاش مهجور في حاله لا قدر الله حصل اي حادثه او حصل اي موقف لحد في الطريق. تم تحديد 6 اماكن للخدمات على جانبي الطريق مع الاداره العامه للمواصلات، مع الهيئه للمعارفات المسلحه، الهيئه الهندسيه، وكمان هتبقى موجوده على الجانبين، مش هتبقى موجوده في جانب واحد. ومناطق الخدمات هتبقى متنوعه ومتعدده، ابتداء من محطات للوقود ووجود مراكز للاسعاف ووجود بعض مراكز الطوارئ، وكمان هيبقى فيها منافذ للجهاز المباشر وكافيتريات واماكن استراحات واماكن للعربيات العطلانه وورش الصيانه. يعني هيبقى الحقيقه الطريق في كل الخدمات اللي يعني بتساهم انه المستخدم يستعملها بطريقه مباشره. وكمان هو انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ما ينفعش ان الطريق يبقى مهجور زي ما سيادتك تفضلت، لانه الطريق ده هو اللي بيربط كل المواني بتاعت مصر. يعني النهارده احنا بنتكلم على ان هو بيربط المواني اللي موجوده في شمال القناه وجنوبها زي ما كان بيتكلم استاذنا الفاضل. فبالتالي احنا عندنا ميناء برضه بورسعيد وشرقها ودمياط واسكندريه والعريش. يعني عايز اقول لحضرتك ان الحركه على الطريق هتبقى عامره، وحجم الحركه المروريه فيها هيوصل ل 25,000 عربيه في اليوم. فهو طريق واعد، وهو محور من محاور اختراق التنموي اللي هيربط منطقه سينا وبورسعيد بالجنوب زي الاسماعيليه والقاهره. كلام جميل يعني. طبعا كلام عظيم يا فندم. ويهمني كمان اسال حضرتك على الصيانه الدوريه للطرق، لانه طبعا كويس ان احنا نفتح الطريق، واعتقد انه لما زادت الرسوم على طريق مثلا مصر اسكندريه الصحراوي الشكل اتظبط والطريق بقى كويس وبقى فيه صيانه جيده. هل طبعا اكيد محطوط في الخطه صيانه الطريق؟ انا اشكر حضرتك جدا على السؤال ده. بص يا فندم، طبعا احنا عندنا دايما كان زمان في الاولد فاشن، يعني ان دايما الطرق لما بتتعمل بيبقى بعد فتره بيحصل لها انهيارات وبتبدا يحصل مشاكل بدون صيانه. مؤخرا دلوقتي ومن ساعه ما الرئيس بدا وادى الاوامر بانه يعني عندنا شبكه طرق عالميه على اعلى مستوى، النهارده كل طريق بيتعمل جديد او قديم بيتحط له خطط دوريه وروتينيه وخطط للصيانه الجسيمه كل فتره. لان سيادتك عارفه ان الاسفلت مع تكرار الاحمال المروريه بتبدا تعمل له صيانه اعتياديه كل سنه او كل فتره، ثم كل فتره من 7 ل 10 سنين لازم تعمل له صيانه جسيمه عشان تواكب الزياده في الاحجام والمحاور المروريه وغيره. فالكلام ده اتعمل على مستوى شبكه الطرق القوميه في مصر كلها. النهارده مثلا انا لسه جاي لي معلومه النهارده ان هيئه الطرق والكباري مثلا وزاره النقل بتطرح 50 طريق للصيانه، وزاره الاسكان كل الطرق بتاعتها داخله في صيانه.
فبالتالي النهارده احنا عندنا كل الطرق اللي موجوده ليها خطه صيانه مسبقه وليها نظم لعمل الصيانه، سواء من حيث التمويل عن طريق طبعا منافذ التحصيل، الموازين، ثم بيخصص جزء من هذا الكلام عن طريق شركه الاداره بتبدا بقى تعمل الصيانه الدوريه في الطريق كل فتره. يعني دكتور عماد النبيل مستشاري عام مشروع محور 30 يوليو، شكرا يا فندم وبالتوفيق ان شاء الله في مجهوداتكم، ونشوف المشروع منتهي ويساعد في تنمية مصر ان شاء الله قريبا بإذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. نرجع مع حضرتك مهندس عامر عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، ونتكلم على يعني الدكتور أشار لفكرة الصيانة، ودي نقطة مهمة جدا جدا، لأنه مش عايزين أن الكارثة تحصل وبعدين نبدأ أن احنا نصلح في الطريق اللي كلفناه أصلا فلوس كتيرة جدا. فكرة الصيانة الدورية دي شيء مهم جدا، ده يعني ده العادي لازم يحصل في كل شيء. عظيم. هو اللي عاجبني في المشروع من كلام ان احنا بنتفادى اخطاء الماضي. يعني كنا قبل كده نبني الشارع ما بنفكرش في الصيانه، ما بنفكرش في التحصيل، ما بنفكرش في الطرق والنقل، ان مين اللي هيستعمله والعرض. فاحنا يعني من اللي انا سمعته دلوقتي احنا بنبتدي من الجديد، مش بتلافي الاخطاء القديمه، وكمان وفقا لخطط علميه دوليه كمان. وده طبعا فدي طبعا حاجه تبشر بالخير، وان شاء الله تبقى يعني زي ما المهندس عمرو قال، يعني تبقى حاجه نبني عليها التنميه لمصر كلها. يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم، واهلا بحضرتك معانا في مصر جميعا. شكرا لحضرتك. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد ومصر جميعا.